أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن السنترال الباناسونيك الـ TDA-100D. ده شكل كابينة السنترال، يبقى مكتوب عليها شكل واضح على الكفر TDA-100D. يركب معها كل عدد الباناسونيك الاي بي السبعين، الفئة السبعين والتلتمية والخمسمية، وبرضو ممكن نوصل او نستخدم معها برنامج الكوميونيكيشن اسيستم. هنتكلم عن سعة السنترال، ماكسيمم كاباسيتيز بتاعته الداخليه والخارجيه. الكابينه ممكن نوصل عليها 128 عده عاديه، 104 عده ديجيتال، 112 تليفون اي بي، لكن المجموع الكلي من كل الانواع دي مع بعض ما يزيدش عن 176. الكابينه فيها 7 اماكن حره لتركيب الكروت. ومن ضمن المعلومات عن الكابينة دي ان انا ممكن احط 7 كروت للخطوط الخارجية. تفصيل الساعة الداخلية للسنترال، طبعا الكابينة بيجي فيها الباور بتاعها، لان الباور بتاعها باور خاص بيها، بيجي معاها السي بي يو بتاعها، وهو مختلف عن السي بي يو بتاع TDA-100 و200 زي ما هنشوف بعد شوية. 176 خط داخلي زي ما قلنا، ممكن يبقوا 112 تليفون اي بي، 104 عدة ديجيتال، 64 عدة انالوج اللي هي 77-30 انالوج بارتي، 128 عدة عادية. كومبينيشن من الاربع انواع دول لا تتعدى 176، لكن ممكن احط 13 وحدة سيل ستيشن اللي هي عالية الكثافة، او هاي دينستي سيل ستيشن 13، او 26 سيل ستيشن عادية، وحسب نوع السيل ستيشن ممكن تركب على كارت ديجيتال او كارت سيل ستيشن انترفيس. وعلى ال 13 وحدة دي او 26 وحدة دي لو انا ركبتهم، ممكن اعرف 128 تليفون لاسلكي ملهمش علاقة بال 176 تليفون دول خالص. ممكن اوصل اجمالا على الكابينة 126 خط خارجي، ممكن يكونوا منهم 112 خط عادي، خط هيئة يعني انالوج، 120 PRI او 56 بيزك ريت انترفيس، او 56 خط DIT، وممكن احط عليه 64 اي بي ترانك، 2 جهاز فويس ميل ممكن يتوصلوا، 16 سماعة باب لحد اقصى، 16 سنسور، 16 ريلي. اللي احنا قلناه ده متلخص في الجدول ده بالتفصيل. هنتكلم عن الكارت سي بي يو الخاص بالسنترال TDA-100 اللي هو مختلف عن 100 و200. كارت سي بي يو TDA-100 دي بيجي فيه بيلت ان كارت 4 عدة ديجيتال، ممكن احط عليه 4 عدة ديجيتال، ادي 1 2 3 4. طبعا عدة ديجيتال او سيل ستيشن زي ما قلنا مفيش مشكلة. كمان مخرج السي بي يو اما هستخدمه للبرنامج برمج السنترال من عليه، او اوصل عليه سي تي اي سيرفر. مخرج لتوصيل الاكسترنال ميوزك سورس والاكسترنال امبليفاير، مخرج لتوصيل البرينتر عشان اطبع تفاصيل المكالمات، او ممكن برضو اوصل عليه الوصلة العادية اللي احنا متعودين عليها للبرنامج عشان ابرمج من خلال RS232 كونكتر، CS RS232 C كونكتر. التلخيص اللي احنا قلناه ده ان هو مدمج بيه كارت تشغيل 4 عدة ديجيتال، في مدخل USB
عشان اوصل اي سيرفر او ابرمج منه. عندي مدخل خاص لتوصيل الموسيقى الخارجية او الامبليفاير، عندي مخرج خاص لتوصيل طبعا. ممكن اركب على كارت سي بي يو، ده كارت مودم، عشان اعمل برنامج للسنترال ثرو تليفونات الخطوط الارضية العادية. كمان ممكن اركب وحدة ذاكرة اضافية مكان الاس دي ميموري العادية بتاعته، عشان احسن مواصفات السنترال شوية او اضيف خواص مهمة ليه، زي ان انا ممكن اوصل اعمل اوظف مفتاح العدة الخاصة عشان يطلب اكستنشن موجود على سنترال تاني مربوط مع السنترال ده عن طريق في بي ان. فالنتورك دايركت ستيشن سيليكشن او الان دي اس اس هي ان انا اخصص مفتاح العدة الديجيتال عشان يطلب خط داخلي محطوط او متوصل على سنترال تاني مربوطين ببعض السنترالين من خلال النتورك او في بي ان. انهانس سي تي اي فانكشن، ان انا استخدم جهاز كمبيوتر عليه برنامج الكوميونيكيشن اسيستنت باناسونيك، اوصل الكمبيوتر من خلال انواع معينه من العدة الديجيتال اللي انا ممكن اضيف عليها كارت يو اس بي، وهي الموديلات، في من الموديلات اللي هي السيريز ال 76 وفي من دي او الدي تي 300 سيريز، او من خلال مدخل اليو اس بي على كارت السي بي يو زي ما قلنا من شويه، او من خلال الار جي 45 الموجوده على كارت السي تي اي انترفيس لو انا ركبته مع السنترال. دي الذاكره الإضافية ودي الخواص اللي هتتحسن لما أركبها على كارت سي بي يو بدل الميموري اللي موجودة أو الإس دي ميموري الموجودة الأساسية بتاعته. طبعا دي هيبقى عليها نفس البرنامج بتاع ال تي دي ام دي، ولكن انهانسد بالفيتشرز اللي هم اللي احنا قلنا عليهم دول. ده فيزيكالي شكل كارت السي بي يو، ده مكان تركيب كارت الريموت مينتننس، وده مكان تركيب الـ SD Memory سواء العادية أو الـ Enhanced أو الاختيارية. كروت السنترال TDMA دي مجموعة بالكامل في الرسم ده أو الدياجرام ده بالنسبة لكروت الخطوط الداخلية، وبيركب عليه طبعا سيل ستيشن انترفيس 4 أو 8، بيركب عليه كارت ال 171 و 72 اللي هو 8 عدة ديجيتال او 16 عدة ديجيتال، بيركب عليه كروت الداخلي ال 1176 وده 16 عدة عادية، وال 1178 وده 24 عدة عادية. والكارتين دول فيهم ميزة ان هما فيهم بلت ان كولر اي دي للعدد العادية، وفيهم كمان مسج ويتنج اكتيفيشن او سنسور، يعني بقدر اوصل عليهم عدد عاديه مزوده بلمبه بيان للرسائل. كمان اقدر احط كارت ال 0470 اللي هو 16 اي بي اكستنشن عشان اوصل تليفونات اي بي مع السنترال. بقدر اوصل كل انواع الكروت الخارجيه الموجوده دي سواء العاديه سواء الـ IP Gateway الـ 4 والـ 16 برضو بقدر أركب. في كروت تانية مختلفة، طبعا الذاكرة الإضافية احنا قلنا عليها، والـ Cell Stations اللي أنا ممكن أحطها مع السنترال ده هي الـ 151 الـ 155 الـ 56 الـ 58. طبعا الـ 151 ممكن أوصلها من خلال كارت الـ DLC اللي هو العدد كارت العدد الديجيتال. برضو ال 155 نفس الحكاية، ال 158 هتركب برضو على كارت ال DLC، لكن ال 156 هبقى محتاج ان انا احط السيل انترفيس كارد عشان اقدر اوصل. الكروت المختلفة ما هي الا كروت الدور فون وكروت الانبوت اوتبوت وكروت الفويس ميل والفيزا اللي بتركب على كارت الاوبشن اساسا، بلس كارت تاني اللي هو السي تي اي لينك عشان اقدر اوصل منه كمبيوتر عليه اي سوفت وير تحت بند كمبيوتر سبورتد تيلي كوميونيكيشن ابلكيشن.
كمان في كارت الايكو كانسلر ممكن يركب على السنترال عشان يكنسل الايكو او صدى الصوت. كروت الخطوط الخارجية ليستد لوحدها هنا بالشكل ده بالكامل. والملاحظة المهمة طبعا اللي بتلاحظوها باستمرار ان كارت 1186 ده كارت 8 خط خارجي مزود بالظهر رقم الطالب، لكن بيتحط اساسا فوق كارت 1180، يعني مينفعش يركب لوحده بمفرده في السنترال ويدي 8 خط خارجي، لان ده كارت اديشنال للكارت 1180 عشان يخلي الكارت 1180 يشغل 16 خط خارجي. ده شرح لكل كارت من كروت الخطوط الخارجية اللي بتركب مع السنترال بالعربي وبيعمل ايه، وبرضو الديسكريبشن بسيط ليه كده كريفرنس لأي حد يحب يرجع يشوف الكروت بالظبط بتعمل ايه. دي برضو بقية الخطوط الخارجية، وهنا برضو الخطوط الخارجية كمان بنضيف دايما المعلومة دي هو بيشتغل مع مين. هو احنا بنتكلم دلوقتي عن تي دي اي 100 دي، لكن برضو باي ذا واي بالمناسبة يعني الكروت دي بتركب مع السنترالات دي عامة. كروت الخطوط الداخلية زي ما قلنا اللي هما 1180 ده فيه إظهار رقم الطالب، و وكمان في مسج ويتنج اكتيفيشن، ونحطه هنا جوه كارت 1180. كارت 1186 محطوط جوه 1180 مش محطوط لوحده لانه ما بيركبش لوحده. انا بكررها كذا مرة عشان تثبت المعلومة. بالنسبة لكروت الخطوط الداخلية هو بيركب عليه، مركبش عليه طبعا ال 170 اللي هو الهايبريد عشان كلنا نبقى عارفين. كارت ال 170 اللي هو ال 8 سنجل و 8 ديجيتال ما بيركبش على السنترال تي تي اي 100 دي، لكن بيركب عليه ال 171 و 172 اللي هم 8 ديجيتال و 16 ديجيتال، وبيركب عليه 16 كروت خاصة بيه بال 16 خط عدة عادية وال 24 عدة عادية، وكمان بيركب عليه اي بي اكستنشن 16، بيركب عليه سيل ستيشن انتركيس 4 و 8، ودي تعريفهم كل كارت منهم بيعمل ايه بالتحديد. الشرح مكتوب طبعا باللغة العربية تسهيلا على الاخوة اللي بيحبوا يدرسوا او يعني شوفوا المسائل باللغة العربية. الكروت المختلفة اللي احنا اتكلمنا عليها موجودة ليستد هنا. ده شكل كارت سي تي اي لينك، هو في ار جي 45 كونكتور، ده عشان احط عليه اوصله على اي كمبيوتر في كمبيوتر سبورتد تيليكومنيكيشن ابلكيشن، ده بروتوكول متعارف عليه عالميا. ده شكل كارت سي تي اي لينك فيزيكالي، وده شكله كالاجرام عشان التوصيل، وده شكله جوه البرنامج خلاص. الكارت سي تي اي لينك اهي، لما هتيجي تفتح البرنامج هنشوفها بهذا الشكل لما نيجي نبرمج بيها. كروت الاوبشن طبعا كارت 190 هو الكارت الاساسي اللي لازم يركب اولا عشان ابتدي اضيف عليه الكروت الباقية، ال 191 اللي هو الديزا، او ال 192 برضو ده ديزا، وادي وصفهم، وادي ال 194 اللي هو ESVM Enhanced Simplified Voice Message 4 channel. ده كارت 192 اللي هو كارت الاوبشن، وبيجي فاضي تماما، وانا اقدر اختار اي 3 كروت من دول اركبهم على الكارت. لكن انا الحقيقة ممكن احط اكتر من كارت اوبشن على السنترال اذا لازم الامر، والصورة دي متكررة في كل سنترالات التي دي اي والتي دي اي بهذا الشكل، لان هي ما بتتغيرش. كارت الاوبشن بيركب عليهم كلهم، وكارت الاوبشن فيه 3 سلوت
يعني 3 فري سلوت، واي كارت من الكروت دي ممكن يركب عليه. وده الشكل الفيزيكال، الشكل الطبيعي بتاع الكروت الاضافيه اللي بتركب على كارت الاوبشن وجنب كل كارت منه وظيفته. برضو الملاحظه دي قلناها في تي دي اي 100 و200، ان الكارت 192 و94 وظيفته تختلف حسب مكان تركيبه. فانا لو ركبت كارت 192 او 194 في سلوت واحد فهيشتغلوا فيزا مسج فقط، برضو 192 و94 لو حطيتهم في سلوت 2 برضو فيزا مسج، لكن عشان اخد منهم خواص الاس في ام لازم احط الكروت دي على مكان التالت او مكان تركيب الكارت التالت في كارت الاوبشن، ودي ملاحظة مهمة لازم ناخد بالنا. واحنا قلناها قبل كده، وده شكل الكارت فيزيكالي الجهتين. هنا شكل الكارت برضو مع شكل كارت 191 و192، ده شكل كارت الدورفون اللي هو 161 4 دورفون او 162 اللي هو 2 دورفون، طبعا 4 دورفون و4 دور اوبنر في نفس الوقت. الكونكشن بتاعهم هنا واضح جدا لان انا عندي 10 بن ترمينال بلوك و 8 بن ترمينال كلوك، ده لتوصيل السماعات اللي هو 8 بن ده عشان السماعات وال 10 بن عشان فتح الكوادين، وده المكان اللي بوصل عليه السماعات وده المكان اللي بوصل عليه الكوالين. الكوالين بتوصل هنا والسماعات بتوصل هنا، وده شكل الكارت. ده بالنسبة للأربعة بورت برضو مشروحة تفصيل. لو أنا أحط external relay أو external sensor على كارت input output interface اللي هو 164، ده شكل الكارت فيزيكالي وده شكل كارت الايكو كانسلر. وده اخر حاجة في الـ TDA 100. واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.